في مشكلات كثيرة بتواجه البنات في سن المراهقة. طبعا وقت الحلقة مش هيكفي ان احنا نتكلم فيها كلها، لكن هنذكر بعضها. اولا مشكلة الشعور بالاكتئاب، دايما بتلاقي البنت في السن ده بتشعر بالضيق وبالحزن، وده طبعا بيؤثر على نشاطاتها المختلفة وبيخليها تفكر بطريقة سلبية في كل امور حياتها، وبيخلي طباعها وسلوكها احيانا عدائي بعض الشيء، سواء في البيت او في المدرسة او مع اصحابها مع اهلها. بتحس باليأس بالفراغ، ممكن تعيط من غير سبب، تبقى قلقانة مش عارفة تنام الوقت الكافي، وممكن تنام لساعات طويلة جدا، ممكن تفقد الشهية فتفقد وزنها او تاكل بشراهة فتزيد في الوزن بشكل مبالغ فيه. كمان الاكتئاب ده بيؤثر على مستوى التحصيل الدراسي عندها، فبتلاقيها ما بتحبش تحضر الحصص، ما بتحبش تذاكر، يعني بتعمل الحاجات دي غصب عنها، يا اما بتلاقيها بتحب العزلة عن الاشخاص، تحب تقعد كتير لوحدها، او العكس تحب تقعد مع اصحاب ينسوها اي التزامات في الحياة حتى لو كانوا اصدقاء سوء، ما بيفرقش معاها. كمان الاكتئاب ده بيحسسها بالخمول بالكسل، ودايما تلوم نفسها باستمرار، دايما بتركز على الجوانب السيئة في شخصيتها، ما بتشوفش في نفسها اي حاجة كويسة عشان تنميها او تشجعها. واسباب الاكتئاب بتكون كتير، يعني اولها مثلا واهمها القسوة المبالغ فيها من الاهل، كثرة الانتقاد وعمل مشاكل معاها من غير سبب، عدم التكيف مع سنها وفكرها. بعض الاهل بيعاملوا البنت في السن ده وكأنها عندها خبرة المرأة الاربعينية، ويبتدوا يعاقبوها او يوجهوا لها اهانات كأنها عندها خبرة كبيرة قوي في الحياة، رغم انها لسه وردة في مقتبل العمر، لسه بنعلمها، لسه ما تعرفش اللي ينفعها من اللي يضرها، لسه ما تحطتش في مواقف تاخد منها خبرات، فالمعاملة معاها بالطريقة دي بتسبب لها الضيق والاكتئاب. كذلك ممكن اسباب الاكتئاب تكون بسبب الحالة المادية، الفقر مثلا، وهي ليها احتياجات نفسها تشتريها، نفسها تقلد صاحبتها، فكل الحاجات دي بتشغل بالها، ولما ما بتلاقي لهاش مخرج بيجيلها ضيق واكتئاب. تاني مشكلة بتقابل المراهقات في السن ده التمرد على البيئة المحيطة، سواء الأسرة أو العادات أو التقاليد أو العرف أو حتى الدين. بتلاقي البنت في السن ده إلا من رحم ربي طبعا عندها حالة من الرفض والتمرد لأي التزامات، وأشهرها الالتزامات الظاهرة أمام الناس. بتلاقيها مثلا حابة تخلع حجابها وتظهر زينتها وجمالها وتخالف أمر الله تبارك وتعالى، بتلاقيها بتتساهل في مصاحبة الشباب بمجرد ما تسمع كلمة مدح أو مغازلة من أحد أو اهتمام من زميل دراسة أو جار، أو حتى لو في جروب واتساب أو شات، بتلاقيها فورا اتعلقت بيه وعايزة تسمع أكتر وتقرب أكتر، وده سببه إنها مفتقدة للاحتواء والكلمة الحلوة في بيتها، عايشة مثلا مع أب أو أم أو أخ في الرايحة والجاية، لوم وتأنيب. وفي بعضهم للأسف بيتعاملوا مع البنت بالضرب على الوجه أو بالضرب بالحزام والخرطوم بمنتهى الغلظة. البنت تطلع بره بقى تلاقي الضحك والهزار والدلع، سواء من بنت سواء من ولد هتتعلق بيهم، ولو جالها مثلا عريس سواء في السن دوت او لما تكبر شوية هتقبل بيه مباشرة ايا كانت مواصفاته او مساوئه، عشان بس يخلصها من الاضطهاد اللي هي عايشة فيه في البيت. تالت مشكلة معانا هي محاولة اثبات الذات واظهار ان انا عندي شخصية ومميزة عن غيري، فتبتدي البنت تبحث عن الميزة اللي فيها وتبتدي تظهرها بشراسة. لو مثلا ميزتها ان شعرها طويل وجميل بتكشفه وتظهره، لو ميزتها ان هي جسمها متناسق بتلبس اضيق الملابس عشان تظهر جمال الميزة دي، لو وشها جميل وفي فتنة تبتدي تجمله اكتر، تنفخ وتشفط وتملاه مساحيق وميك اب. وبعض البنات مش بتكتفي انها تظهر المزايا دي في بيتها مثلا او امام صديقاتها، لا، لكن كمان بتظهرها في الشارع للرجال او عن طريق الانترنت، تصور نفسها صور مثيره، تعمل فيديوهات كلها اغراء عشان تسمع كلام مدح وتشوف تعلق الرجال بيها، فتفكر انها بكده مميزه ومرغوبه. والسبب في المشكله دي انعدام الرقابة على البنت من راجل البيت او من ست البيت، او بعد الاسرة دي عن تعليم الاسلام، محدش علمها الحلال من حرام. قد يكون السبب ربح الاموال، اسرتها بتعاني من الفقر فتبتدي تتاجر بجمالها على منصات التواصل عشان تسد الفقر ده. رابع مشكلة عدم الثقة بالنفس، ودي من اهم المشكلات. البنت في السن ده بتكون حساسة جدا تجاه اي كلمة تتقال لها، يكون فيها تقليل منها او لوم على اقوالها وافعالها او تنمر على شكلها وحجمها،
وهنا بيكون رد فعل البنات مختلف. في بنت بتكتم في نفسها وتحبس نفسها في اوضتها وتفضل تبكي وتنتحب وما تعرفش ترد، وفي بنت بترد بمنتهى القسوه ردود مبالغ فيها وتعمل مشكله كبيره مع اللي بيكلمها. قد تكون المشكله اللي بتعملها اكبر بكتير من الكلمه اللي اتقالت لها. وانعدام الثقه ده بيكون سببه برضو البيت. انتوا هتلاقوني في كل حاجه بقول البيت هو السبب، لان فعلا كل كلمه او موقف بتحصل للبنت من اهلها قدامها هو اللي بيكون شخصيتها لحد ما توصل لسن المراهقه، بيكون اتزرع فيها كل حاجه هتمشيها في حياتها طول العمر. فاللوم المتكرر في البيت والتنمر على البنت وعلى جسمها وفي الرايحه والجايه اخواتها او امها او ابوها، يلا يا تخينه يا فشه، يلا يا مسلوعه يا معضمه، يلا يا ام محبوب في وشك، يلا يا ازعه، يلا يا ام طويله، كل ده بيتقال في البيوت وبنات بتشتكي لي منه في التعليقات. البنت بتسمع الكلام ده من اهلها ممكن تفوته وتعديه قدامهم، لكن بيتزرع جواها مبدا لما انا مش عاجبه اهلي اللي المفروض انهم اكتر ناس بيحبوني، امال الناس الغريبه بيبصوا لي ازاي؟ فتمشي في الشارع وتتعامل مع الناس بمنتهى الحساسيه وتزعل وتتقمص من اقل كلمه حتى من غير ما حد يكلمها، هتقول لنفسها ده زمانه بيقول عليا تخينه ووحشه زي ما اختي بتقول لي، ده زمانه هيقول عليا طويله ونخله زي ما اخويا بيقول لي، زمانهم شايفين الحبوب اللي في وشي وقرفانين مني زي ما اهله بيقرفوا مني. فبتتعامل مع الناس بمنتهى الحساسيه وانعدام الثقه بالنفس، ويا اما هتعيش معتزله للناس يا اما هتنقلب للعكس تماما وهتتميز بطبع هجومي وتتصيد للناس الاخطاء وتعمل لهم مشكله من لا شيء بسبب انها عاشت عندها احساس بالنقص اهلها زرعوه فيها بسبب انتقاصهم من قدرها وانتقادهم ليها كل شويه في حاجات بعضها بايديها وبعضها مش بايديها. خامس مشكله معانا واخر مشكله، مشكله التغير الهرموني للفتاه ونزول الحيض، ودي من الحاجات اللي بتغير نفسيه البنت تماما وبتبوظ مودها ما بين الم جسدي وعدم راحه في الجلوس والخروج. عندك بعض البنات بتحبس نفسها في البيت، بعض البنات بتنام ليل نهار عشان تنسى الالم اللي قد يستمر معاها يومين وثلاثة أو أسبوع، بعض البنات بتخرج لكن بتتعامل بتحفظ وخوف من الناس لحسن حد يعرف يظهر عليها حاجة، فبتكون قلقانة وعصبية ما عندهاش صبر الحاجة ولا صبر على حد، ممكن تعلي صوتها محدش له دعوة بيا، سيبوني في حالي، مش عايزة أشوف حد، مش عايزة أكلم حد، وتحبس نفسها وتنعزل عن الناس. دي بعض مشكلات البنات في سن المراهقة وأسبابها. باركك الله كنزي، يعني حاولتي اختزال جل مشاكل البنات بكلمات بسيطة واضحة وتفاصيل قد تغيب عن الأمهات. إليك كنزي الآن، ما هي الحلول التي تقترحينها يا غالية لتجاوز هذه المرحلة بسلام عند بناتنا؟ كل حاجة ليها حل طبعا يا أسماء، والحلول مختلفة، ولازم برضو نفهم إن مش كل الحلول هتنفع لكل الشخصيات. الشخصية دي حاجة معقدة جدا في غاية التعقيد وما فيهاش مساواة، ما ينفعش نعمم تصرف أو حل على كل الناس، ولازم الأهالي يتسموا بالذكاء والصبر ويدرسوا شخصية بناتهم كويس. ممكن اللي ينفع مع بنت غيري ما ينفعش مع بنتي، لكن يظل الفيصل في الموضوع الضوابط الشرعية. أي حل أو تصرف أو توجيه هقدمه لبنتي يجب أن يتوافق مع شرع الله ورضا الله، ولازم أربي بنتي على كده. هو ده الخط المستقيم اللي بيظبط كل الشخصيات بكل أنواعها وبكل تعقيداتها. الالتزام بأوامر الله هو اللي هينجينا كلنا وهينجي أولادنا، ولازم بنتي تفهم كده كويس. حتى لو خلفت المبدأ ده وما عملتش بيه، لازم تكون مؤمنة ومقتنعة ومصدقة بيه، لأن إيمانها ده هو اللي هيظبطها بعد كده وهيوجهها. النهاردة هي بتعصي وهي عارفة إنها بتعصي، بكرة تتوب وتنتهي عن المعصية، لكن أسيبها لنفسها وهواها وأصدقاء السوء ومواقع التواصل والتلفزيون لحد ما البنت والعياذ بالله تلحد أو تكفر وتقول مش مقتنعة بأمر الله، مش مصدقة، أنا صح، أنا حرة، هعمل اللي على هوايا حتى لو مخالف لشرع ربنا، لا كده البنت بتضيع منك، ومسألة رجوعها وتوبتها ساعتها هتكون شبه مستحيلة، هتحتاج معجزة وفتح من الله عشان قلبها يرق لأوامر الله. لازم تفهميها إنها أمل الله، خلقت عشان تعرف ربنا وتطيعه وتشكره على نعمه. لما نيجي مثلا لحل مشكلة الاكتئاب، لو ظهر على بنتك أعراض المشكلة اللي قلت عليها في الأول
ما فيهاش حاجة أبدا. لو وديتيها لطبيبة نفسية أو مستشارة أسرية يكون موثوق في دينها، تتكلم معاها وتحكي وتصاحبها، وفي كل جلسة بنتك هتفتح لها قلبها وهتحكي لها على اللي مضايقها. الطبيبة هتساعدها تلاقي حل لكل اللي مزعلها إن شاء الله، بس ما تقعديش معاهم وهم بيتكلموا. وبعدها الطبيبة هتعلمك إزاي تتعاملي معاها في كل نقطة، وهتكلمك برضو لوحدك بعيد عنها. تاني حاجة، شاركي بنتك في الحاجات اللي بتحبها، سيبيها تتكلم معاكي كتير، وقللي في المقابل بقى من الأوامر والنواهي والزجر. يعني ماشي، وجهي أوامر ونواهي بس مش عمال على بطال، مش كل شوية، مش كل ما تشوفيها ولا كل قعداتكم تبقى كلها اعملي ما تقوليش، ليه بتعملي، ليه بتقولي، واحدة واحدة. أنا ممكن أعطي الأمر والنهي وأنا مكشرة ومبرقة عينيا وبضرب وبلطش، وممكن أعطي نفس الأمر ونفس النهي بالمودة والرحمة والابتسامة والصبر. فامسكي نفسك شوية من العصبية، عشان عصبيتك المبالغ فيها مع بنتك هتزود عنادها وهتبقى زيك عصبية هي كمان. ما هم ولادنا بيقلدونا، مهما قلنا وحكينا لهم محاضرات وتعليمات ونصائح مش هيعملوا إلا اللي بيشوفونا بنعمله. عمرك مثلا شفتي بنت أبوها وأمها عرب وهي طالعة بتتكلم هندي مع نفسها؟ أكيد هتتكلم عربي زيهم، زي اللي بتشوفه وبتسمعه. فاللي هتشوفك بتعمليه وتشوف أبوها بيعمله وبيقوله هتعمله هتقوله هي كمان. بالنسبة لتاني مشكلة، وهي التمرد على البيئة المحيطة وعلى العادات وعلى الدين، أنا لازم أعرف كويس إني مهما قفلت على بنتي وحبستها وعنفتها عشان تلتزم بالدين وبالطباع اللي أنا عايزاها هتعمل العكس. الوسيلة الوحيدة عشان بنتك تحترم دينها وتقاليد مجتمعها الطيبة هي إنها تشوفك حبة الدين وحبة عادات المجتمع المسلم ده، وتتربى من صغرها تلاقيكي بتعظمي انتي وابوها شعائر الله. ما تسيبيهاش عند حد ما بيركعش لله ركعة يقعد لك بيها ويربيها، وتلقط منهم طباع سيئة وتتمرد على الدين وعلى المجتمع زيهم، وترجعي تقولي بنتي ما طلعتش زي ليه، ده انا ما بسيبش فرد وهي ما بتركعش ركعة، ده انا لابسة نقاب وهي خلع الحجاب ومصممة تمشي بشعرها، ده انا ختمة المصحف وهي عمري ما شفتها بتقرأ آية. ارجعي بالذاكرة كده لورا وافتكري هي عاشت مع مين وعشرة مين وصاحبة مين، سبتيها مع جارة وانشغلتي عنها بإيه. ما هو ما تحاوليش تقنعيني انك ما قعدها في حجرك ليل بالنهار بتعلميها وبتحفظيها قرآن وطلعت عكسك، لا اكيد سبتيها فترات طويلة مع حد مش زيك، او كنت بتسيبيها ليل نهار قدام التلفزيون والكرتون والتيك توك واليوتيوب والمسلسلات والافلام يربوها ويكونوا ثقافتها وعاداتها المخالفة لدين الله، وفجأة كده لما كبرت وبقت عروسة وهتتحاسب وهتتسألي عن تربيتها عايزاها تتغير لشيخة منتقبة مختمرة من علماء الأزهر. ما ينفعش، من شاب على شيء شاب عليه. لكن هنلحق نفسنا برضو، مش هنسيبها تغرق. هي كبرت وشربت ثقافات مخالفة لدين الله وتمردت على الفروض وعلى الواجبات وبتعلي صوتها علينا وبترتكب كل يوم كبائر عقوق وصويت وزعيق ورفض لكل شيء، بس أنا هصبر عليها وهعلمها وهفهمها وهقعد معاها كل يوم ولو 5 دقايق أكلمها عن الله، أختار كل يوم فرض أو خلق أو حديث وبالحب كده أشرح لها وخليها تسمعني وامشي من قدامها وما اسألهاش عملتي اللي قلت عليه ولا لأ. يعني ازرعي البذرة في ودنها وسيبيها وامشي واصبري. ده اللي بيزرع شجرة فاكهة بيقعد يستناها سنين طويلة على ما تطرح ثمرة، ما بالك انت خلفتيها وسبتيها سنين طويلة يتزرع فيها حاجات غلط من مختلف المصادر السيئة وعايزاها تتصلح في يوم وليلة ولا في شهر ولا في سنة؟ لا، اصبري عليها وهتفضلي تصبري وتجهدي وتعلميها حتى لو فضلتي صبر عليها طول عمرك. هو ده واجبك، انك تجهدي وتصبري وتعلميها وتسيبي النتيجة بقى على ربنا عز وجل. انت عملتي اللي عليكي وخلاص، مع دعواتك بقى بإذن الله ربنا يهديها ويصلح حالها. بالنسبة لمشكلة مصاحبتها للشباب، انت لما تعلميها الحلال من الحرام وتفهميها عواقب وفضايح العلاقات القاسمة دي بإذن الله هتنتهي عنها. ولازم لازم تصاحبيها وترملها الأمان عشان تحكي لك، ولما تحكي على حسب بقى المرحلة اللي وصلت لها في الصحوبية دي. لو الموضوع لسه في بدايته ما تعاقبيهاش وتؤلميها نفسيا وجسديا، احكي معاها بالعقل وفهميها العواقب واعطيها من خبرتك وعينك عليها، ما تخرجش لوحدها. لو حد بيستناها على باب المدرسة زي ما بيحصل لبنات كتير روحي وصليها ورجعيها. ما تسيبيهاش تمشي في السن ده في الشوارع لوحدها، ولا تخرج من الدرس تلاقي شلة الشباب واقفين يعلقوا بنات فتحب تقلد فتقع في المحظور. لكن لما تلاقيكي مستنياها لا هتفكر تعمل كده
ولا حد هيتجرأ يمشي وراها او يعاكسها او يميل دماغها. وخدي بالك كمان من صاحبتها البنات، لان صاحبتها ممكن هي اللي تفسدها وتعرفها بشاب، بتحصل كتير. جت في مره حكيت لك عن صاحبه بتكلم شباب، امنعيها عنها فورا، ولو ما امتنعتش عن بنتك كلمي البنت وكلمي اهلها، ابعدي عن بنتي ما تتعامليش معاها تاني، وانشفي كده واجمدي عشان ما ترجعيش تندمي لما بنتك تضيع منك لا قدر الله، وتقولي يا ريتني كنت حكمتها وخدت بالي منها. بالنسبه لمشكله خلع الحجاب، حلها يا اخوات العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء. الفرائض زي الصلاه والصيام والحج والزكاه والحجاب، كل الفرائض دي عشان بنتك تلتزم بيهم وتحبهم، لازم تتعلم دينها صح، مش مجرد امر اعملي وما تعمليش، لازم تعلميها هتعمل كده ليه وازاي، ولو عملت ايه الثواب ولو ما عملتش ايه العقاب. ولازم تعلميها انها ما بتعملش الحاجات دي مجاملة، لا لازم تعملها لانها امل الله وتحبها، عشان ما تجيش من قدامك تعملها ومن وراك تمنعها. ولما تكبر ابقى قابليني بقى لو عرفتي تقنعيها تنفذ الفروض، مدام عملتها وهي خايفة وهي صغيرة. فكل ده مش هيحصل من غير العلم. علمي بنتك وخليها تشترك في اكاديميات اونلاين، اديها دروس في العقيدة، واديها دار تحفظ قرآن او تحفظ قرآن اونلاين لو مش عايزة تنزليها. شغلي لها دروس العلم في البيت بصوت مسموع، حتى لو مش هتقعد تسمع، بس هتيجي في مرة وهي معدية كده هتسمع امر، هتسمع حكمة، هتسمع حاجة تلمس قلبها، ممكن حياتها كلها تتغير بآية سمعتها وانت واقفة في المطبخ مش في دماغك. اعملي لها جو ايماني في البيت، وانصحيها بحب، عرفيها الحلال من الحرام، وان لو الامر يرضي الله نعمله، ولو يغضب الله ما نقربش منه. لما شخصيتها تتنظف وتتلمع كده بدينها لوحدها، هتلبس الحجاب وهتتحايل عليكي كمان، وهتقول لك انا عايزه البس النقاب، واوتوماتيك هتقطع علاقتها مع اي شاب في الحرام ومع اي اصدقاء من اصدقاء السوء. المشكله اللي بعد كده، مشكله انعدام الثقه بالنفس، حلها بيتلخص في نقطتين. النقطه الاولى التوقف فورا وتماما، سواء منك او من افراد الاسره، عن التنمر على البنت والتأنيب واللوم المتواصل. والنقطة الثانية نعمل العكس بقى، التشجيع والمدح والإسابة على أي حاجة حلوة بتعملها، نركن كده جسمها وتخنها ورفعها وطولها وقصرها، ونمدح الحاجة الحلوة اللي فيها، وفي نفس الوقت نعالج الحاجة اللي بتضايقها. لو ثقتها ضايعة منها مثلا بسبب وزنها، ساعديها تخس بينك وبينها، متحرجيهاش بسبب وزنها قدام الناس. لو مثلا مشكلتها انها طويلة، كلميها عن مزايا الطول، وان الجميلات طولها بيجملها اكتر. لو كانت قصيرة، كلميها عن مزايا القصر، انها هتفضل طول عمرها مش باين عليها السن، وهتفضل كتكوتة كده وصغيرة وكيوت، وهتبقى ماما وبنتها ماشية جنبها زي اختها، او هتبقى تيتا وكأن حفيدتها دي بنتها. تيجي في مرة تغسلك طبق، احتفلي بيها. في مرة تسوي اوضتها، صوري الاوضة بعد الترويق وبعتي لباباها واخواتها شفتوا القمر عملت ايه، صلت او حفظت صورة، كافئيها وشجعيها، حسسيها انك فخوره بيها. اوعي تسبيها او تهينيها او تتريقي على شكلها او جسمها او صوتها او خجلها. ساعديها تحول قناعتها من انها صاحبه عيب الى انها صاحبه ميزه، والعيب اللي فيكي هنساعد بعض عشان نتخطاه ونمحيه، ولو عيب ما بيتشلش وما بنقدرش نتخلص منه، هنتصالح مع نفسنا ونحبب نفسنا فيه ونتكيف معاه. بالنسبه بقى لاخر مشكله معانا، وهي مشكله التغيرات الهرمونيه والحيض، الدورة الشهرية، حلها ايه؟ شغلتنا في الوقت ده هتبقى الطبطبة والتعليم، هتحملها افهمها التغيرات دي بتحصل ليه وفايدتها ايه، وان التعب ده فترة مؤقتة وبتعدي، وما تزعليش ان الدورة بتجيلك، دي حاجة حلوة معناها انك بصحة جيدة وانك شابة في عز شبابك وانك قادرة تبقي ام. فهميها ان النساء لما بتكبر وما بيجيلهاش الحيض بتزعل، لان الحيض ده دليل على الشباب وعلى الصحة. فكلام المواساة ده والكلام العاقل المثقف هيصبرها تعدي مرحلة الحيض دي بسلام ان شاء الله. كلمة اخيرة، لازم تكوني انت كأم متدينة وبتطيع الله عشان تطيع الله هي كمان. لازم تبقي قدوة صالحة، ما تقوليلهاش ده حرام وتروحي تعمليه، عمرها ما هتبطله، وانت هتسقطي من نظرها، لان ازاي ماما بتقولي ده حرام وبلاقيها بتعمله. لازم تثقفي نفسك وتقرأي كتب عن تربية الابناء، وتعرفي اللي ليكي واللي عليكي معاهم، وان وظيفتك مش مجرد خادمة تأكل وتغسل وتنظف وتسيبهم للهوى يربيهم. العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي مفيش مكان فيه للأمية، حتى لو بتجهلي القراءة والكتابة، فتقدري تثقفي نفسك من الحلقات التعليمية المسموعة والمرئية. سيبك شوية من المسلسلات الهندي والكوري، وسيبك من كلام التليفونات وسيرة الناس واللف والزيارات على الأقارب والأصحاب والجيران والشوبينج، وافضي لبنتك شوية، اسمعي وتعلمي
عشان تقدري تنتجي جيل صالح ينفع نفسه وينفع مجتمعه وينفعك في الدنيا ويكون قرة عين ليكي في الآخرة. بوركتي كنزي، كلام في محله ونصائح عملية فعلا وجميلة كما عودتنا. أشكرك على هذه المداخلة الماتعة.